وصلنا المرة الماضية حكينا عن الترانسفورميشن لازم نعملها، راح احطها هون كمستطيل كبير بعدين بنحط تفاصيلها من الداخل. راح احط هون خط معطى. عندي هذا هون الفلو راح يكون عندي هون راح احط كمان على هون راح يجوني الديزايرد فاليوز اللي هي ممكن اسميها فلوكس، ممكن راح اسميها الكرنت اللي بسبب هذا الفلوكس اي دي روتيتنج ستار دي فدايركت فلوكس، وهذا الروتيتنج، وهذا عندي اي كيو كوادراتشر فلوكس روتيتنج وستار لانه ديزايرد. هلا بدي احول من روتيتنج لستيشنري، راح يطلع معي هون اي دايركت ستيشنري ديزايرد، وحتى اعمل هاي الترانسفورميشن لازم يدخل عندي ثيتا اي، ولازم يدخل عندي هون كمان ثيتا اي. هذا الترانسفورميشن اسمه انفرس ارك، هو عباره عن 2 تو 2 ترانسفورميشن. عندي هون اي دي اس ستار، خليني امحي هاي اوضحها بشكل احسن. هاي راح تكون اي، هاي اي دي راح تعطيني اي دي، وهذه اي كيو راح تعطيني اي كيو، هاي روتيتنج هاي اس، هاي روتيتنج هاي اس، والتنتين ستار. هذا الترانسفورميشن اسمه انفرس بارك ترانسفورميشن. بعدين راح يطلع معي هون هلا ديزايرد اي اي اوف تي ديزايرد، اي بي اوف تي ديزايرد، واي سي اوف تي ديزايرد. وهاي راح تروح للهستريسيس كارنت كنترولر ريجوليتر. هلا راح يرجع لي من الكارنت سنسرز يعني I A of T actual I B of T actual I C of T actual. هذول actual instantaneous values، وانا عشان أأكد انهم instantaneous values حطيت I A of T مش RMS. هلا هون عندي هاي ترانسفورميشن اسمها انفرس كلارك ترانسفورميشن، هاي ما بتحتاج ثيتا اي. هلا هاي بتصير هون بين فريم ثابت هذا الاي والبي والسي، وهذا مثلا الدي اس هذا الـ QS، والزاوية هاي راح نحط الزاوية هاي راح نطبق هدول التنين على بعض حتى نبسط الأمور، بس هاي الزاوية مش ثيتا اي، هاي الزاوية هون ثيتا اي. هذا الترانسفورميشن راح يصير ما بين DS و QS وبين DR روتيتنج و QR روتيتنج، وهذا راح ينطبق بهذا الاتجاه بينطبق بهذا الاتجاه. هلا عندي هاي الترانسفورميشن راح يطلع معي هون اي دي اس اكتشوال اي دي اس اكتشوال اي كيو اس اكتشوال، وهاي اسمها الكلارك ترانسفورميشن، وهاي بارك
ترانسفورميشن بدها طبعا ثيتا اي، هاي بدها ثيتا اي، لانه هون راح يكون ما بين الدي اس والدي ار في ثيتا اي. راح يطلع معي هون اي دي ار اكتشوال اي كيو ار اكتشوال، وهلا هذول الاثنين راح يروحوا على كلوز لوب كنترولر، راح يكون عندنا تو كنترول لوبس من هون زي ما شفناها بالبلوك دايجرام الرئيسي. هلا اذا اطلعنا على التفاصيل تبعت هاي الترانسفورميشنز، هاي طبعا الترانسفورميشن هاي بدها ماتريكس 2 باي 2. هلا هاي الترانسفورميشن هي فعليا بدها ماتريكس اظن 2 باي 3، لاني بضرب بطلع الثلاثه هدول من الاثنين هدول، فبدي اضرب الاثنين هدول في 2 باي 3. هلا بنشوف بكتبها هون، وممكن نحط دامي فيريبل نعمل اكستنشن لهاي الماتريكس تصير 3 باي 3، واعمل اكستنشن لهاي الماتريكس واحط دامي فيريبل ثالث، فبحط هون دامي فيريبل ثالث بحيث يعطيني، بحيث اقدر احولها ل 3 باي 3. خلينا نحطها لو ما كانتش اكستندد او اوجمنتد ماتريكس، ايش راح تكون ال فيريبلز دي؟ فإذا أخذنا مثلاً هلا هون أنا بدي أطلع الروتيشنال، الروتيتنج من الستيشنري، فعندي هاي الروتيتنج وهي الستيشنري، فبدي أطلع I D R و I Q R فعندي 2 by 2 transformation على I D S. فهي راح تعطيني هذا الروتيتنج من هذا الستيشنري، فهي الماتريكس هي الماتريكس اللي موجوده هون، هاي الماتريكس تساوي كوساين ثيتا اي ساين ثيتا اي ماينس ساين ثيتا اي. ما في حاجه طبعا تحفظون هذول، بس حتى نعرف الفكره اللي موجوده. اذا صار عندي هلا اي دي ار راح يساوي كوساين ثيتا اي في اي دي اس زائد ساين ثيتا اي في اي كيو اس، وهكذا بالنسبه لهدول. هاي الماتريكس هي الموجوده هون، واذا عملت لها انفرس بتصير هي اللي موجوده. فلو جينا حطينا الان اي دي اس اي كيو اس اي دي ار اي كيو ار بتصير الانفرس تبعت هاي الماتريكس اللي هي كوساين ثيتا اي ماينس ساين ثيتا اي ساين ثيتا اي وكوساين ثيتا اي. اذا بدنا نكون دقيقين راح تكون هاي هي ستار، مزبوط، لانه هاي عم تعطيني الار، عم تعطيني الاس من الار، بتصير هاي مزبوط هيك اوكي. فصفت هاي الماتريكس هي الانفرس تبعت هاي، هاي الماتريكس المستعملة هون، هاي الماتريكس المستعملة هون، بدخل عندي هون ثيتا اي، وطبعا بدخل عندي هون ثيتا اي. لو اخذنا الان البارك الكلارك ترانسفورميشن، الكلارك ترانسفورميشن تعطيني اي دي اس واي كيو اس، طبعا بتكون بدلالة اي 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 بي اي سي، بدك تحطها هيك. هلا رح تكون هاي، بتكون طبعا 3 2 في 3 وهاي طبعا 2 في 3 ديك. هلا هون هاي عم تعطيني اي دي اس واي كيو اس من اي 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 بي اي سي، فهاي هي الترانسفورميشن اللي موجوده هون، هاي هي البارك ترانسفورميشن. هلا اذا حطينا هاي الزاويه 0 في البدايه، بدنا نقرر نحط هاي الزاويه 0 ولا لا. خلينا ارسمها بشكل اوسع، عندي الاي عندي البي عندي السي. السلكشن للستيشنري فريم بالنسبه لي اربيتراري، اربيتراري يعني بختاره زي ما بدي. احنا ما في، احنا اخترعنا هذا الاس، الاس هذا مش موجود في الواقع، احنا اشتغلنا على الروتيتنج في داخل الكنترولر، والواقع اللي بنحول له هو اي 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 بي اي سي، بس احنا حطينا انترميديت فريم. الانترميديت فريم او الانترميديت سيستم هو ستيشنري، حطينا دي اس وكيو اس، حطيناهم انترميديت ما بين الروتيتنج وهذا، فهدول الاثنين هدول ممكن احطهم انا في اي مكان، يعني ممكن احطهم هيك
بيكون عندي هذا الدي اس وهذا هون كيو اس وهذا اي وهذا بي وهذا سي. هذول ثابتين لانهم ثبتين من قبل المحرك. هذول بقدر احطهم وين ما بدي. هذول ستيشنري من اسمهم هم ستيشنري. فبامكاني هاي الزاويه احطها ثيتا. هلا هاي ثيتا ما لهاش علاقه بثيتا اي اللي موجوده هون. ثيتا اي هاي من وين جاي؟ هاي الثيتا الكتريكال تبعت الفلكس، الزاويه تبعت الفلكس الموجود. بس في ثيتا بين الاثنين ممكن احطها زي ما بدي. اذا ما حطيت هاي الزاويه زيرو بتكون عندي هاي هون كوساين ثيتا كوساين هاي مش راح تشوفها راح تكون اول واحده كوساين ثيتا وكوساين ثيتا ماينس 2 باي على 3 وكوساين ثيتا بلس 2 باي على 3 وهون ساين ثيتا ماينس 2 باي على 3 وساين ثيتا بلس 2 باي على 3 وهون راح يكون عندي IA, IB, IC. فعندنا هذا هون IDS اللي هو موجود هون هو فانكشن من الثلاثة هذول يعني الفانكشنز اللي موجودة. أنا ما عملت لها أوجمنتيشن هلا 3 باي 3 ممكن أدخل بعدين دم فيريبل بس أنا هلا ما عملت لها أوجمنتيشن. هلا إذا حطيت ثيتا هاي بتساوي إذا حطيتها زيرو بصير عندي محل كوساين ثيتا إيش بحط؟ واحد وبصير عندي هون هاي بتصير كوساين ماينس 2 باي وهاي بتروح وهاي بتصير 0 وساين ماينس 2 كوساين 2 باي اوكي. هذه هون تبسيط لهاي بهذا الشكل. هلا اذا بدنا نعمل نوسع هاي ممكن نحط دومي فيريبل.